أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة على شاشة النيل للأخبار حول زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي الذي يصل إلى مصر بعد قليل. وبالطبع هو في زيارة مهمة للسيد محمد شياع السوداني إلى القاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، هي ثانية له إلى مصر بعد زيارته الأولى في مارس الماضي. يبحث السوداني في القاهرة تعزيز التعاون بين مصر والعراق في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والصناعة، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والتعليم والتنمية المستدامة. وقالت مصادر عراقية أنه سيتم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين تخص الاقتصاد والاستثمار. وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ هاني فاروق نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ هاني برحب بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ هاني، أهلا بك. الحقيقة زيارة مهمة جدا للسيد رئيس الوزراء العراقي إلى مصر، ثانية له بعد زيارته الأولى في مارس الماضي. الحقيقة توقيت ودلالات الزيارة أستاذ هاني تحديدا. طبعا العلاقات بين مصر والعراق تشهد تقارب جديد في ظل الانفتاح والعلاقات القوية وظل الدور المصري الرائد في دعم دولة العراق ودعم أمنها واستقرارها وعودتها مرة أخرى إلى المشهد العربي الفعلي. طبعا بتجمعنا مع العلاقات مع العراق العديد من العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهناك مشروعات مشتركة بين البلدين. المباحثات بين رئيس الوزراء العراقي ورئيس الوزراء المصري طبعا يعني تشهد تفاصيل مهمة جدا في العديد من المناحي الاقتصادية. هناك اتفاقات وبروتوكولات تعاون بيتم توقيعها خصوصا في ظل الدعم المصري لإعادة إعمار العراق وعودتها إلى محيطها العربي بفاعلية. كما نعرف أن مصر تلعب دورا مهما في دعم العراق للعودة إلى الصف العربي في ضوء سياسات المصرية والقوة الناعمة المصرية، ليكون هناك تعاون اقتصادي أو تكتل اقتصادي مهم بين الدول العربية وبعضها البعض. كما نعرف أن هناك حلف بغداد، مصر بغداد، الأردن، البحرين والذي تجري الاجتماعات على فترات متقاربة خلال الأشهر الماضية. هذا التكتل يرسم بصورة واضحة أهمية التعاون العربي في مواجهة كافة التحديات والعقبات، وربما مواجهة التحديات الأمنية في المقام الأول. كما نعرف أن مصر والعراق هما خط الدفاع الأول للوطن العربي باعتبارهما القوى الكبرى أو القوى الناعمة للوطن العربي عبر مر التاريخ. أعتقد أن الجانب المصري والجانب العراقي من خلال هذه الزيارات المتبادلة بتعكس أهمية التعاون بين البلدين في شتى الملفات. وأيضا نجد أن العلاقات والتقارب بين البلدين من شأنه أن تكون قوة ردع استراتيجي لمن تسول له نفسه أن يفكر مواجهة أو اقتحام القوى العربية أو خط الدفاع العربي. أعتقد أن التعاون الأمني بين البلدين بلغ مستويات راقية جدا في مواجهة التحديات، ودور مصر كان رائد ومهم وحيوي في الدعم اللوجستي للعراق في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في الأراضي العراقية. الاقتصاد هو اللغة السائدة في التعاون بين البلدين. كما نعرف أن الشركة الكبرى هي الشركات المصرية، وأيضا من قبلها الدولة تقف بقوة خلف دعم العراق لإعادة إعماره في ظل ما شاهده عبر سنوات أو عبر عقدين من زمان تقريبا من محاولات إسقاط العراق ودخوله في دوامات متكررة بهدف تقسيم العراق إلى عدة دويلات، ولكن الإرادة المصرية والإرادة العربية كانت قوية جدا في مواجهة هذه الحروب ومواجهة هذه القوى الإرهابية الغاشمة التي كانت تريد أن تنال من الوطن العربي. الأمر المؤكد أن مصر هي الدولة الكبرى
والحكم الدافئ للدول العربية وخط الدفاع الأول لجميع الأشقاء العرب في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجههم، وذلك ما يؤكد عليه التاريخ الماضي أو القديم والتاريخ الحديث أيضا. الرئيس عبد الفتاح دول العراق أهمية خاصة في العودة إلى مسارها أو الصف العربي مرة أخرى. طبعا مصر تقف بجانب الأشقاء في كافة الدول العربية بقوة وفعالية في مواجهة كافة التحديات. مصر هي القوة الكبرى التي تدعم جميع الدول العربية في مواجهة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار. الجيش المصري هو الجيش القوي. العروبة هي مصر عبر مر التاريخ. كما نعلم أن العراق أيضا يضع يعني أو يعني يضع على مصر أو يعني بيقوم بيضع على مصر أو يعلق أمالا كبيرة في أن تكون مصر هي الشقيقة الكبرى التي تدعمه في تجاوز كافة التحديات التي واجهها. وبالفعل قد نجحنا من خلال نقل التجربة المصرية للعراق في استعادة البنية التحتية للدولة، وبالفعل العراق يعود إلى الصف العربي مرة أخرى. أهلا وسهلا بالأشقاء في العراق وبرئيس الوزراء العراق في مصر بلد الثاني، ونأمل خلال المرحلة المقبلة أن تترجم هذه اللقاءات بشكل أوسع ليكون هناك قوة دفاع عربي مشترك. هذا الحلم الذي نحلم به منذ تأسيس جامعة الدول العربية، وأعتقد أن مصر بتلعب دور رائد في هذا المجال وفي دعم هذا الحلم الكبير. وأعتقد أن مصر هي القوة الكبرى والردع الاستراتيجي لكل من تسول نفسه العبث بأمن الدول العربية أجمع. نعم. طيب أستاذ زيني، أيضا نتحدث عن توافق الرؤى الكبير ما بين مصر والعراق خلال الفترة الماضية. كان في زيارة أولى للسيد محمد شجاع السوداني إلى مصر في مارس الماضي، وهذه الزيارة الثانية خلال فترة قصيرة جدا. هذا يدل أن هناك حياة تنسيق متبادل ما بين الدولتين في كل المجالات السياسية والاقتصادية أيضا. طبعا طبعا، هو الأهم أن هو تكريس الدبلوماسية المنتجة أو الاستفادة من القاهرة في ظل نجاح خطط التنمية المستدامة. أعتقد أن العراق بتستفيد من مصر في هذا الإطار، وبتسعى إلى نقل التجربة المصرية للعراق في استعادة البنية التحتية للدولة والاستفادة من الصادرات المصرية في الدخول إلى الأراضي العراقية. طبعا مصر بتلعب دور كبير جدا من خلال كبريات المشروعات التي بتقوم بها الدولة المصرية والشركات المصرية في إعادة إعمار العراق مرة أخرى. أعتقد أن الملف الاقتصادي هو الذي يحظى بأهمية خاصة في العلاقات بين مصر والعراق. أعتقد أننا أمام حالة فريدة وحالة خاصة في تاريخ العلاقات المصرية العراقية في الاستفادة من بعضهما البعض. وطبعا في ظل ما يجري في مصر من تطور ونهضة على أيدي أبنائها، وفي ظل احتفالنا بثورة 30 يونيو خلال الأيام المقبلة وحجم الإنجاز الذي تم، كل الدول العربية تأخذ النموذج المصري مثالا يحتذى به في أن تطبقه في أراضيها. أعتقد أننا أمام تجربة مهمة جدا تستفيد منها جميع الدول العربية في العودة أو إعمار دولها مرة أخرى. مصر هي الشقيقة الكبرى التي تدعم العراق وتقف بجانبها عبر مر السنوات الماضية في استعادة أمنها واستعادة استقرارها مرة أخرى في ظل التحديات التي واجهتها. أعتقد أن المشروعات الاقتصادية هي اللغة السائدة التي تتحدث في ملف العلاقات المصرية العراقية. هناك تعاون مشترك، هناك خبرات مصرية الاستفادة من الخبرات المصرية في كافة المجالات الهندسية والطبية وكافة المجالات الحياتية الأخرى في والعمالة المصرية طبعا في المقام الأول في إعادة إعمار العراق مرة أخرى. أعتقد أن ملف العلاقات المصرية العراقية ملف حيوي ومهم جدا، كون الدولتين لهما قامة كبيرة في الوطن العربي، وأهمية التنسيق المشترك بين الدول في مواجهة التحديات في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة أمر مهم جدا. وده اللي بيتضح كما قلنا في حلف مصر بغداد الذي شهدناه خلال الشهور السابقة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين
واعتقد اننا امام مشهد عربي ناجح ويعني باقتدار فيه تجاوز كافة التحديات. ودور مصر والعراق كان مهم جدا في عودة سوريا الى الحضن العربي مرة اخرى. اعتقد اننا يعني نجاح التجربة المصرية ونجاح الرؤية المصرية في اهمية استعادة الوحدة العربية مرة اخرى كان درس مهم جدا لجميع الاشقاء العرب. اعتقد ان المشروعات الاقتصادية التي تجري على الارض الواقع هي خير رد على طبيعة الدور المصري في دعم الاشقاء في كافة الاوقات والازمان. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة استاذ هاني فاروق نائب رئيس تحرير الاهرام، شكرا جزيلا لحضرتك. وانضم لنا ايضا الاستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي. استاذ بلال برحب بحضرتك. صباح الخير على حضرتك. اهلا وسهلا، صباح الخير عليك. استاذ بلال، هي زياره مهمه جدا للسيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق لمصر، ثانيه له خلال اشهر معدوده، وده يدل طبعا على عمق التبادل الاقتصادي والتجاري وتوافق الراي والافكار ما بين البلدين الشقيقين. الى اي مدى ننظر لهذه الزياره استاذ بلال على انها زياره مهمه جدا لمصر خلال هذه الفتره؟ طيب في البدايه خليني اقول لحضرتك ان الزياره مهمه جدا ولها دلالات سياسيه واقتصاديه كبيره، والجانب الاقتصادي مرتبط جدا بالجانب السياسي. في اطار تعزيز العلاقات الصناعيه والتعاون بين العراق ومصر تاتي تلك الزياره، لها دور سياسي التاكيد على دور الريادي لمصر، حيث لعبت مصر دور هام في تغيير المزاج العربي والبوصله العربيه نحو عوده العراق لمحيط الاطار العربي. وبالتالي من ناحية سياسية فهي ناحية مهمة جدا. بالتأكيد اللقاء ده يأتي في إطار سلسلة سبقوا سلسلة من اللقاءات بدأت بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2021، وهي أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ حوالي 30 سنة، ثم استتبعها في أغسطس 2021 المشاركة في مؤتمر بغداد، واستتبعتها اللقاءات الأخرى سواء كانت القمة العربية الصينية اللي عقدت في الرياض أو مؤتمر دعم العراق. وبالتالي هناك اهتمام مصري للتعامل والتبادل التجاري والاقتصادي والسياسي مع وإقامة علاقات مع الدول العربية والانفتاح على أشقائها مع العرب. وبالتالي أنا شايف لها دلالات مهمة. بالتأكيد الجانب العراقي محتاج الجانب المصري في الاستفادة من ملف مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني. بالنسبة للجانب المصري هناك أوجه اقتصادية، حتى يعني لو بصينا على حجم التبادل او حجم صادرات مصر للعراق، العراق حوالي 141 مليون دولار سنة 2022. الحكومة المصرية والجانب المصري بيهتم جدا حاليا بالملف الاقتصادي على اعتبار انه ملف الساعة حاليا، وبالتالي يسعى الجانب المصري للانفتاح على العالم كله سواء كان الاشقاء العرب او الجانب الافريقي او حتى الجانب الاوروبي. وبالتالي النهارده في اطار جذب الحكومة المصرية لمزيد من الاستثمارات الاجنبية والانفتاح على العالم واقامة علاقات شراكة اقتصادية قوية مع كل دول العالم، العراق النهاردة بيمر بمرحلة إعادة تنمية البنية التحتية وإعادة ما يسمى بإعادة إعمار العراق، وبالتالي هي فرصة استثمارية واقتصادية كبيرة جدا للدولة المصرية للانفتاح على العراق والتبادل الاقتصادي مع العراق، خاصة أن إعادة تنمية العراق بيحتاج إلى شركات مقاولات، وبالتالي الجانب المصري لدينا من شركات المقاولات ولدينا الصناعات المغذية لقطاع المقاولات، وبالتالي يعني من تنمية وازدهار قطاع المقاولات بيستتبعوا كمان بالتأكيد 80 صناعة قائمة على تغذية تلك ذلك القطاع بما يحتاجه من المواد الخام التي يحتاجها عملية البنية التحتية وإعادة الإعمار في العراق، وده هيكون له تأثير اقتصادي مهم جدا على جذب مزيد من الدولارات ومزيد من الاستثمار الأجنبي، بالإضافة طبعا لعودة العراق للحضن العربي والبوصلة العربية وتغيير المزاج العربي حتى وإقامة علاقات قوية وشراكة اقتصادية قوية ما بين مصر والدول العربية. نعم. طيب استاذ بلال، ايضا نتحدث على الجانب الاقتصادي والتبادل ما بين البلدين بشكل كبير، يعني نحن الان نقف في ارقام معينه هي مرشحه للزياده بطبع خلال هذه الزياره، يعني نتوقع ان يكون هناك ايضا توقيع عدد من الاتفاقيات المهمه يكون فيها ايضا جانب اقتصادي بشكل كبير جدا. بالتاكيد الملف الاقتصادي هو ملف مهم جدا، احنا شفنا زياره السيد رئيس الوزراء للعراق منذ فتره وتوقيع عدة اتفاقيات، وبالتالي النهاردة رئيس الوزراء العراقي موجود في القاهرة لبحث الاتفاقيات الجديدة وتقييم الاتفاقيات اللي تم عقدها وتذليل المعوقات للاتفاقيات. وبالتالي الشراكة الاقتصادية هي جزء مهم جدا في العلاقات ما بين الدول العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص.
خاصة لأن العراق تمتاز لها مزايا نسبية والدولة المصرية لديها مزايا نسبية اقتصادية، ووجود شراكة وتكامل اقتصادي عربي مهم جدا في الفترة الحالية، خاصة أن العالم كله النهاردة بيسعى إلى تكتلات اقتصادية. بنشوف الاتحاد الأوروبي، بنشوف هناك روسيا مع الصين، هناك تكتلات اقتصادية بتتم على مستوى العالم، وإحنا عندنا فرصة كبيرة جدا، وكنا العالم العربي كله بينادي بيه والمجتمع العربي كله بينادي بسوق عربية مشتركة. سوق عربية مشتركة محتاجين إن إحنا نخرج من حيز الحبر على الورق إلى حيز التنفيذ، إن يكون هناك تبادل حقيقي، وخاصة ان احنا عندنا مزايا نسبية عربية، يعني كل دولة عربية تتميز وتتمتع بمزايا نسبية مختلفة عن الدولة عن الدول الاخرى، وبالتالي التكامل الاقتصادي العربي ما احوجنا اليه، خاصة في ظل عالم بيعج به الاضطرابات السياسية والاقتصادية. لما بنشوف النهاردة ان روسيا بتستخدم سلاح القمح على طاولة المفاوضات، بنشوف ان التضخم العالمي وصل لمستويات غير مسبوقة وتتم الاضرار به خاصة بالدول النامية. لما بنشوف ان متوسط اسعار البترول وصلت لمستويات غير مسبوقه بعد جائحه كورونا وبعد الصراع الروسي الاوكراني، وصلت لحوالي 115 دولار للبرميل وفقا لخام برنت، خاصه ان الجانب العراقي بيمتاز طبعا بوجود ثروات بتروليه، وبالتالي انت النهارده دوله مستورده للبترول، فبالتالي انت النهارده بتامن احتياجاتك او بعض احتياجاتك من البترول، خاصه اذا حدث تكامل عربي اقتصادي. ده من وجهه نظري هيكون ليه فايده كبيره جدا للبلدين سواء الجانب العراقي او الجانب المصري. نعم. أخيرا أستاذ بلال، يعني عايز أسأل حضرتك على حجم التبادل التجاري ما بين مصر والعراق، والرقم تحديدا إلى كام، وهل مرشح للزيادة في ظل طبعا احتياج العراق الشديد للاستثمار فيها خلال الفترة القادمة، وكذلك مساعدة العراق في البنية التحتية. ومصر الحقيقة تقوم بدور كبير جدا جدا في إعادة بناء العراق من جديد والمشاركة في البنية التحتية العراقية من خلال الشركات المصرية العاملة في هذا المجال تحديدا. بصينا على النظرة التاريخية العراق، يعني عايز اقول لحضرتك النهاردة زيارة الرئيس العراقي تأتي بعد عقدين على غزو العراق، وبالتالي العشرين سنة اللي فاتوا ما كانتش التبادلات التجارية خاصة في الظروف السياسية واللي كانت بتمر بيها العراق، وبالتالي الارقام نقدر نقول انها ما كانتش احسن حاجة، لكن الارقام خاصة في 2022 وصلنا لحوالي 141 مليون دولار لحجم الصادرات مع العراق، ولكن الأرقام هتكون في الزيادة، خاصة إذا كان هناك سوق قصد للصادرات والواردات ما بين الدولتين، يعني التبادل التجاري وتعزيز الشراكة والتبادل التجاري ما بين الدولتين، خاصة ما تتميز به العراق من موارد طبيعية وما تتميز به مصر من موارد طبيعية، وخاصة بعض القطاعات الاقتصادية، يعني لو نشوف قطاع المقاولات وهو قطاع تتميز به الدولة المصرية، خاصة الحكومة العراقية والدولة العراقية بتحتاج الخبرة المصرية والسواعد المصرية والشركات المصرية كمان، وبالتالي هناك تصريف للمنتجات والمصنوعات الخاصة بقطاع المقاولات بشكل كامل، ده هيكون له تأثير كبير على أرقام حجم التبادل التجاري المستقبلي ما بين الدولتين. هنقدر نشوف الفترة القادمة بإذن الله تحسين واضح في حجم التبادل التجاري، خاصة إذا مصر لديها مهارة كبيرة ولديها خبرات سابقة في ملف البنية التحتية، والعراق بتحتاج بالتأكيد الخبرات المصرية في هذا الشأن. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك. ينضم لنا أيضا هاتفيا الأستاذ محمد حمادة نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ محمد برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ محمد. الحقيقه بنتكلم عن زياره مهمه جدا للسيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق الى مصر باذن الله اليوم، وهي الزياره الثانيه له خلال فتره قصيره جدا، وبطبع يدل على عمق العلاقات المتميزه التي تجمع بين مصر والعراق. بدايه طبعا العراق ومصر علاقات قويه، علاقات متجذره سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. بالفعل زيارة مهمة وسط تحديات بتمر بالمنطقة العربية، بالإضافة أيضا إلى رغبة القادة في العراق وفي مصر في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك لتحقيق الاستفادة والمصالح المشتركة بين البلدين. بالفعل هي الزيارة الثانية لمحمد شياع السوداني إلى القاهرة، وأيضا كان هناك العديد من اللقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال القمة الصينية العربية وأيضا بمؤتمر إعادة إعمار العراق. إذن هي رغبة حقيقية من العراق في توطيد العلاقات مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية
في العديد من المجالات، وخاصة أن محمد شجاع السوداني يريد أن يحدث حالة من حالات الإعمار في العراق في جميع مناحي العراق وجميع المحافظات من خلال الاستفادة من التجربة المصرية في حركة البناء والمشروعات القومية وغير ذلك. العلاقات المصرية العراقية علاقات قوية، هناك العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها من خلال اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين، هناك أيضا زيارة للسيد الدكتور مصطفى مدبولي للعراق وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والإعفاءات الجمركية وغير ذلك. ومن ثم مصر أيضا حريصة على عودة العراق من جديد إلى الحضن العربي، وأيضا لأهمية العراق كدولة مؤثرة في المنطقة، بالإضافة أيضا إلى الحرص من قبل القادة العراقيين وخاصة محمد شجاع السوداني وهو رئيس وزراء جديد في العراق، يريد أن يستفيد من الخبرة السياسية وأيضا من نتائج الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العديد من الدول خلال المرحلة الماضية. نعم. طيب أستاذ محمد، أيضا الحين نتكلم عن مباحثات مهمة ما بين الطرفين، وطبعا الجانب الأمني يشغل بال البلدين، والحقيقة التبادل الأمني ما بين البلدين هو له دور كبير خلال الفترة الماضية، وأعتقد أن هناك اتجاه كبير لتعميق حجم التبادل التجاري ما بين البلدين. بالفعل يعني الملف الأمني ملف بغاية الأهمية، مصر ساعدت العراق في ظهر الإرهاب من خلال تبادل المعلومات، أيضا من خلال تدريب الكوادر العراقية، من خلال تكثيف منابع الإرهاب، وأيضا من خلال تتبع وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية بين العراق والقاهرة والأردن. لا ننسى أبدا أن هناك تنسيق ثلاثي بين العراق ومصر والأردن في العديد من المجالات، ومنها المجال الأمني ومجال كفح الإرهاب. بالفعل أيضا هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الهامة التي سوف يتم التوقيع عليها، وأيضا الوصول إلى اتفاقيات هامة لخدمة مصلحة الدولتين. كان هناك أيضا رؤية إلى إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين مصر والعراق والأردن، كان هناك أيضا رغبة حقيقية من قبل العراق في الاستفادة من الخبرات المصرية والشركات المصرية في إعادة إعمار العراق، وخاصة المناطق التي تم يعني هدمها من خلال مساحتها في عملية الإرهاب وداعش الإرهاب. العراق أيضا لديه رغبة حقيقية في تحديث الصناعة العراقية والمناطق الصناعية العراقية من خلال الخبرات المصرية، من خلال الشركات أيضا للاستكشافات البترولية والاستفادة من الفائض البترولي لدى العراق. هناك رغبة حقيقية من الجانب العراقي من الاستفادة من هذه الخبرات سواء كان في مجال الصناعة أو مجال الزراعة أو المجالات. نعم. طيب عايزين برضو نتكلم على فكرة التعاون الحقيقة أستاذ محمد ما بين يعني إحداث توافق كبير ما بين مصر والأردن والبحرين والعراق من خلال التجمع الذي يضم عدد من الدول العربية. الحقيقة هذا التجمع أو التكتل ده بيدل أن هناك توافق في الرؤى ما بين الدول العربية، وأن هناك الحقيقة اتجاه كبير جدا لأن يكون هناك رؤية موحدة للدول العربية خلال الفترة القادمة. يعني طبعا بما لا شك في أن الدولة المصرية حريصة على جمع الدول العربية في تحقيق مصالح متبادلة ومنافع متبادلة للشعوب. بالفعل هناك العديد من الاتفاقيات والاقتصادية، والجانب الاقتصادي هو الذي يلقي بظلال على يعني الشعوب وتحقيق التنمية في هذه الدول، ومن ثم هناك اتفاقيات بالفعل سوف يتم تنفيذها على أرض الواقع. هناك مذكرات تفاهم بين مصر والعراق والأردن والعديد من الدول العربية للاستفادة من الموارد الطبيعية والاستفادة من الكوادر البشرية والخبرات في العديد من المجالات الصناعية والمجالات الاقتصادية. ده ينذر بأن هناك العديد من المشروعات التي سوف يتم تنفيذها على أرض الواقع، وهناك أيضا مصالح مشتركة بين الدول من خلال تحقيق أيضا النفع لجميع الدول بعيدا عن يعني مش عايز أقول إن هناك أيضا رغبة حقيقية من قبل القادة العرب في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، وبالتالي التكامل الاقتصادي سوف يقضي على كثير من المشكلات، منها البطالة، منها أيضا يعني مواجهة الإرهاب، منها أيضا تحقيق مزيد من عمليات التنمية
تستطيع أن تحقق النفع لجميع الدول المشاركة في هذه الاتفاقيات. طيب أستاذ محمد، الحقيقة أكيد مصر والعراق ممكن يكون لهم دور كبير جدا في استقرار المنطقة وإحداث يمكن نقلة نوعية في شكل العلاقات ما بين الدول العربية خلال الفترة القادمة. أنت تحديدا شايف مستقبل العلاقات ما بين مصر والعراق يكون إزاي أستاذ محمد؟ يعني هناك تنسيق كبير على أعلى مستوى بين القادة في مصر والعراق. العراق بيقوم بدور مهم جدا في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية والدول الإقليمية، وشفنا كان هناك يعني تقارب سعودي إيراني على الأراضي العراقية، والعراق كانت يعني تستضيف العديد من اللقاءات حتى ظهر إلينا الاتفاق السعودي الإيراني برعاية قومية. ومن ثم العراق لا يريد أن يكون طرفا في الصراع في المنطقة، ولكنه أيضا يريد أن يكون تقارب لجميع الدول سواء كان الدول العربية أو الدول الإقليمية لتحقيق المصلحة الفضلى في الشعوب العربية، بالإضافة أيضا إلى التنسيق مع الجانب المصري والاستفادة من الخبرات السياسية والاقتصادية للدولة المصرية. مصر يعني حاضرة بقوة في جميع الملفات سواء كان الملفات الاقتصادية، ملفات السياسية والتقارب العراقي مع دول الجوار. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية من حضرتك الأستاذ محمد حمادة نائب رئيس تحرير الأهرام. شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المتابعة. طبعا مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار هذه الزيارة الهامة للسيد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، وبالطبع هي زيارة رسمية لمصر خلال ساعات معدودة بإذن الله. يصل على رأس وفد حكومي كبير ورفيع المستوى، وتعد هذه الزيارة الزيارة الثانية له إلى مصر منذ مارس الماضي. نحن بالطبع في انتظار المتابعات الخاصة بهذا الموضوع على شاشة النيل للأخبار. بشكر حضراتكم لطيب المتابعة، وبإذن الله متابعة مستمرة على شاشة النيل للأخبار حول زيارة السيد رئيس وزراء العراق إلى مصر خلال ساعات قليلة. إلى اللقاء.